السلام عليكم، كي راكم دايرين لاباس؟ من ميامي سيد البشير. عجبك عجبتني ماكش باغي ندير فيديو تصولي ولا هذاك كنت تصولي ماشي تصولي كنت تصولي ودي نخل بنت لي في ميامي ان شاء الله ندير فيديو يا هالفيديو كنت تصولي تعال كيف استاش بحال هكا تبدل زيت زيتون دي كنت تصولي انت عارفين ليا قلت لك نبسس في حاجه اليوم شوف كاين اللي بغي يروح نيشان بيبينيير كاين اللي يطلع للكاتريان بيريفيري هنا نشوف وين مكان سيركيلاسيون نروح على حسب نشوفها والنظرة الأولى والأخيرة على بيبينيير كاين على كاتريان بيريفيري كاين سيركيلاسيون هاي ويا لو نروحو من هنا وصاي ما عليناش كيش كاين بلا طالع ما عليناش نروحو على بيبينيير كي ديال طلعوا لي اسبي انا باقي مع لا ندورو انا ما لبالكمش مازال ما خمت حتى ديال الشام هادي انا ما ندورو باش باش فين عشان ما دبرت هي الديسير نقول لهم درو كنتاكي نبدو نبدو بالتاني وطلعوا هذا هو هذا اللي مخسر هذه الحاجه اللي قلت لي شيها في طروب تقول لي ليها هكا هذا نسيت سيدوك شنو وين مسافر صح صح ديسا سايد اوف برنو اش مازال وانا اللي شاري خبز شيت خبز هاني شاري شيت فاليلي راه في المارا يوم نهار وحده
غادي يبنوا الحواليت الظلمة راح يقعدوا يضوا الحشيش. من هنا تهويدة على لا دروات جامعة تاع ليستو لاكوش عند لاكوش ارديس من الجامعة من نروح لياسمين ندخلو من جهة ياسمين كيقولوا لي ياسمين يقولوا كريم شنو كاين في الدار؟ ها؟ كاين باطيمات الصغالي اون فازينا حي الشهداء هذا شد روحك هذا بتاع ليا به الطبسي تاعه هذا بدروك واش الطبسي باش ياكل هذا جاب طبسي هذا عندي كسرة ها؟ بين هادي ولا هادي الساعة 7:05 شا غادي ديري من هذا لا يضحكوا غريسي شو دلولة؟ شو ولا؟ فلو هربوا؟ ستة شو يجيني يقولون هربا بلك شو قال يوم ايش عارف كلام يا هربوا لهكا كلام ايه نفهمش تو كاتب بالدفع مسبق كيف هربوا له راح نقدو في الدار راح دخلت علي ياسمين هنا ايوه السلام عليكم سلام